أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم حنعمل التومية بطريقة كتير روعة ومميزة. نصف لتر ماء أو 2 كوب من الماء، ماء بارد من الحنفية، 1 كوب من نشا الذرة 90 جرام، وبنقلب على حرارة هادئة. بنقلب باستمرار، تقليب باستمرار حتى تتماسك مثل هيك، تكون متماسكة. بنسكبها في وعاء وبنتركها حتى تبرد تماما. بنجيب محضرة الطعام وبنوضع نصف لتر من المايونيز 500 جرام. هذه الطريقة الأصلية، طريقة المطاعم. وبنجيب خليط نشا يكون بارد، نص كيلو إجا معي الخليط هذا كله، نص كيلو يكون لازم يكون بارد. خل أبيض 50 جرام يعني ربع كوب. وحمض الستريك أو حمض الليمون أو ملح الليمون، أو ممكن نعصر ليمون طازج. وبنضرب الخليط حتى يصبح منسجم كله مع بعض. هيك أصبح كله منسجم مع بعض وناعم. التوم بنحطها لوحدة، التوم عشان ما بدي التوم تكون مثل العصير، بدي التوم تكون بارزة، لأنه هي اسمها سومية، تقريبا 1 راس من الثوم المهروس. وهلقيت حاملكو الشاورما طريقة سريعة جدا جدا وكتير مميزة. هيك أصبحت جاهزة. بنجيب صدر الدجاج أو ممكن الصدر والورك حسب المتوفر عندكم. بنوضع كاري معلقة صغيرة، بابريكا معلقة صغيرة، وكزبرة ناعمة معلقة صغيرة، وماجي معلقة كبيرة، وزيت زيت الزيتون أو زيت عادي، زيت نباتي 100 جرام لكل كيلو لحمة، 100 جرام من الزيت. نضعها بالثلاجة أقل شيء 24 ساعة. هيك بعد 24 ساعة نضعها على المقلة، هيك أصبحت جاهزة. نضعها بالخبز، نوضع سومية، وبنوضع الدجاج، وبنوضع مخلل الخيار، وبنوضع قليل من الزيت على المقلة، وبنوضعها على المقلة، وبنوضع تقل فوق منها، تقل حتى تتحمص جيد. نقلبها على وجه الثاني. صحة وألف عافية، في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم. اتمنى الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.